يا ولدي يا ناشئ بارك الله فيك، أفلا تريثت قبل أن ترمي اليمين؟ دنيا دبنقة خردي بيشن بشيش، الحين تنصحه؟ الحين وينك من أول؟ عاي تروم تقف على المنبر تنصح أمة لا إله إلا الله، مرة تنصح اليتيم، الحين مقفط الصنقل؟ أنت ما مدان إنك ما مدان إنك ما مدان إنك، أنت خليت حد ينصحنا، حد يكلمنا، حد يقول لنا شيء، يا ابن هلي نص الليل مركز قم طلق وطلقت، وأنا طلقت أنا طلقت شيء. بس خلاص لا تشكي، هذا ريال غلبت عليه السفاهة وغلط، الحين بغيناك أبوي ترجعوا للحرطة. يعني ترتبها دوزنها خضها خض المخض خض الخض الخض الأمور عندك أخوي شن. أنا كم مرة نهنك عن هالكلام ترتيبيشن وهالخرابيط اللي تقولها صف وانت الثاني خلاص طلاق وبنات الناس ما بلعبه في يدك المفروض تتق الله قبل أن ترمي اليمين كانت تقيت أنت الله يوم طلقت فردوس بنت الناظر بيومي ولا التقوى عندك للناس وناس اهدأ ولا تجيب طاري بنات الناس بعدين الحرمة الله يسر عليها هي اللي طلبت الطلاق وأنا بعد أنا بعد أختي هي اللي طلبت الطلاق يعني نفس المشكلة وأبوك يا أبو مطوع ما عليك منه الحين أنا يعني غلط وبصلح غلطتي حرمة عايش وياها وبيننا وبينها عشرة دخيلك أباها رجعها لي كم مرة قلت لك لا ودي ولا وديتين ولا ثلاث وديات دخيلك هذه اعتبرها طلقة ما صدقية كذبية لعبة هي لعبة طلاق صدق وكذبي الطلاق طلاق اسمعني أنت وياه إذا كانت هاي الطلقة الثانية فعليه أن يراجعها قبل أن تنقض العدة فإذا انقضت العدة لازم يا أبوي أنك تتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدان وإشهار العرس إذا كانت هاي الطلقة الثالثة الله يعوض عليك ناشئ مصداقا لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره صدق الله العظيم أفمن كلام المطوع أنه هي بتم مطلقة لما يتزوجها ريال ثاني ويطلقها وخلاف ترجع لي من حين أقول لك أنا إذا أي واحد يتزوج حرام لنحره أنا ريال من حرجي يا أبوك هاديك إذا كانت ثلاث طلقات إذا كانت ثلاث طلقات حنا الحين مشكلتنا بالطلقتين أنت مالك ما حري ما يتخبر وياك إلا بطعنكم إلا بقتلكم إلا بنحركم مالك وتلومني ليش أطلق أختي عنك أبوي أبوش حبال أبوي المشنقة عليها ناسة وأنا ريال باي عنها وأنت شفت بعينك خربانة خربانة خايسة خايسة إذا أنا بتم مطلق أنت مختك مطلقة وما حيتدخل بيننا دنيا أبوي ليش سموها دبنقة خردي بيشن بشي يعني أنت الحينة تباني أرجعك لأختي ولا ما تباني أرجعك لأختي هذا الكلام اللي طف في نسيبك كيكدا ما قلت لي من أول دخيلك أبو نساء يعني أنت أنقذني من حبل المشنقة ما رايم تنقذني من العزوبية ريال بدون حرمة واعي باه العي دخيلك سيبك أنت شلني من العزوبية أدخيلك استغفر الله استغفر الله خلاص ورني ومن على السطح فرني يعني يا أنا يا عزوبيتك اليوم الحق أبو نسر أبو نسر أبو نسر أبو نسر بيت قمي منك وتعال عدالي هني قم كل واحد ينو خذ أنا مرتاح هني لا أبوي لا أنا أعرف وين راحتك وبعدين لا تقول كل واحد ترى الفريج هذا له راس واحد بس ونأخذه واحد سبيت قم بوي سير يلس حذار نأخذه اسمعني يا سبيت ترى اللي صار في بوك الله يرحمه الفريج كلهم مبراضين عليه ولا بيايز نعم وأنا جبتك اليوم يا ولدي علشان ألبي حايتك أشوف شو مطالبك ورقاب الموجودين كلها سدادة جزاك الله خير يا نوخذة لك عمي سلطان ما قصر قال كل الكلام اللي أنت قلت لي يا أبوي هذا حلج حلج لسان بس هذرة عليه هذا بس أنا هني هني الأفعال بارك الله فيك هني لا إله إلا الله محمد رسول الله اسمعني يا ولدي يا سبيت الجماعة هني عون لك ولوالدتك الله يحفظكم انتوا صرتوا منا وفينا ونحن حسبه اهلكم ولو انا يا ولدي ما بنقدر نعوضك عن ابوك الله يرحمه ويغفر له العوض موجود وابو حي ما مات انتوا بدوا السلام اول شيء سكن انت وسلاماتك طول العيد مقضينها انت حب حي وحب خشوم وسلامات طف قدامي غير سلم على سبيلت وحبه على راسه واستسمح من الغدر يلا 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 روح استسمح من الرجال وحبه على راسه قدامي يلا يلا Thank you.
حبوه حبوه على راسه. سامحني ترى انا حبيتك على راسك لان انا محب ابكي. سامحني يا تاج راسي ترى اللي سويته انا غلط ما كان قصدي. تقوم عن النوخده؟ توقف توقف وما تسلم عن النوخده. حبه ما حبه ما يحتاج يحتاج النوخده. حبه حبه على ركبك حبه على ركبك وحب النوخده على راسه. حب النوخده حبتين تسوي باليهال يدري نوخده حبه على راسه. تعال تعال يا بد الله تبيعك خسرتي جيب خسرتي. تعال 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 بد الله تبيعك بس بد الوين منكم العذر والسموحة يا الهلاوي الحاضرين سامحونا. أنا عارف أن يلست الميالس لها معاني وأن كبت الركب ما مثل تمريحة الناقة وحوسه. هذا لعبنا من زمان. هذا الدني غلط غلط ونكس روسنا وفضحنا هذا العاق القاصر الضال الجاهل. نعم نكس روسكم وسودها وخلى الحاكم وشواربكم بالقاع ما تسوى بئسه. نصيبك وش السالفة؟ ليش جايبني عند سبيت ود المرحوم؟ الحين عرفت انه ود مرحوم؟ الحين عرفت انه ود مرحوم؟ يا من عارف ود مرحوم تقتل ابونا وش؟ الحين ارتكت حاسية؟ الحين يوسوس فيك الشيطان وخلاك تقتل يا قاتل؟ يا جماعة الخير، احنا عيال عرب وعيال ناس وعيال رزة، احنا ميلس نوخادة. ميلس نوخادة شوفوا النوخادة، شوفوه في صدر شوفوا طيسه، شوفوا دلته الصفرة شوفوه نوخادة لا لعبان نوخادة هيبة. الرجال غلطان وياي ما بيخ بيكفر عن ذنبه. ايش قصدك في هالكلام يا خاشع؟ يا ابوي صخ دخيلك صخ ويهود عمرك ليش تقاطعه؟ قصدك في هالكلام يا خاشع؟ ما بتعرف وين بتعرف قصدي انه اخذ بارك الله فيك وانت لا ضنا ولا ولد حالك من حاله. نعم سالوني انا عن الضنا سالوني انا عن الولد سالوني انا. انا حاس فيك انا حاس فيك يا سبيت. نعم حاس فيك حاس بالويع اللي انت فيه. ابوك ابوك روح ما بين يدينك. نعم وش بتسوي ابوك يا خاشع؟ نحن جايين هني عشان نكون محضر خير. هذا ما بتكتب عني انا. اذا انت محضر خير نحن مفعل خير. اذا انت محضر نحن فعل. اذا انت قول نحن افعال. سمعوا يا الحاضرين سمعوا يا واد الله. انا طول الليل ما انام متويع من داخل وولول من هذا الدني. هذا اللي نكسني وصغرني وكسرني. هذا اللي فضحني خلاني ما اسوي بيسه. عشان كذا خليت يعق الطلاق على اختي غزاله. تقول لي ليش؟ عشان يتزوج صالحه ام سبيت ويصونها ويصون كرامتها وعرضها وشرفها. وهكذا الرجال ولا بلاش. وش 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 انا ما انا انا ما انا انا ما انا اقول لكم يا الحاضرين نسيبي هذا انا ما مدان انه ما مدان انه ما مدان انه